السلام عليكم. انا بعدا اول حاجه نبغي نبارك الهند، حنا ولاد العم، با ولد عمنا، دونك فيليسيتاسيون، مبروك عليها بطلة المغرب. ماشي غير اول مره، دات بطولات كثيره كثيره، كنتمنى لها التوفيق بزاف، اللي كتشرف وكتهز وكتكبر بالمراه المغربيه. هند مثال من الامثله اللي خاصنا نشجعوها ونوقفوا معها ويشوفها الناس ويحترم كل الاحترام وكل التقدير للمراه المغربيه، شنو ممكن تقدر دير. دونك ما خاص غير تشجيع وخاصنا نكونوا واقفين بجنبهم. وشكرا شكرا بزاف هند للدعوه، حنا ولاد العم، حنا بتراب عائله وحده. وبالعكس انا فرحت بزاف من اللي دعتني ولبيت الدعوه، وكنتمنى لها مزيد التوفيق في المسيره ديالها ان شاء الله يا ربي. تكريم جاء نتيجة لعدة ألقاب اللي حققت هذه السنة، من بينها أنني احتليت المرتبة الأولى في البطولة الوطنية لسباق السيارات، وكذلك احتليت المرتبة الأولى في مسابقة ديال كأس العرش اللي خولت النادي ديالنا أنه يفوز بكأس العرش. الحمد لله كاين اهتمام، يمكن بزاف الناس ما تيعرفوهاش، لأن هذا الرياضة عندنا واخا ما عندهاش واحد صدى إعلامي كبير، ولكن الناس اللي تيعرفوا بأن فزنا بكأس العرش فكنلقى منهم كل الدعم والتقدير والاحترام والتشجيع. جيت باش نشفر شي طوموبيل من هاد جوج طوموبيلات اللي هنايا ديال اختي هند. دابا التراب تبارك الله، يعني هاد الطوموبيلات كنفتخروا بها صراحه. هند منورانا ومشرفه مدينتنا ومشرفه المنطقه ديال الدكاله كامله، ومدينه جديده على وجه الخصوص، يعني من الشخصيات البارزه ديال المدينه ديالنا، وكنفتخروا بها كبطله اللي كتحمر لينا الوجه فين ما مشات. كنتمنى لها التوفيق ان شاء الله، والعائله ديالها حتى هي كنتمنى لها، لان انا عارف العائله ديالها مدعماها، يعني جو سيك سي با فاسيل بوغ اون فام اللي عندها عائله وزوج ووليدات وهذا، باش تبقى شاده النيفو في هذا الميدان ديال سباق السيارات. دونك تنحيي حتى العائله ديالها والزوج ديالها، كنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.